إنتاج الفيديو الاحترافي هو بيمر بمجموعة من الخطوات، والمونتاج هو من أهم الخطوات اللي ممكن ترفع الفيديو في السماء أو تنزل بيه لسابع أرض. استخدام البرامج الاحترافية من الأدوات اللي بتساعدك إنك تحقق الهدف ده. لو لسه ما اشتركتش في القناة اضغط سبسكرايب، فعل الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول واحد. لو عجبك الفيديو اضغط لايك عشان تشجعنا نكمل. لو عايز تتعلم مونتاج الفيديوهات على أدوب بريمير برو من البداية إلى الاحتراف تابعنا بعد الفاصل. معاكم محمد صبري من Way to E-Business، القناة اللي بتهدف لتطوير كل المهارات اللي انت محتاجها عشان تعمل اونلاين بيزنس ناجح بنفسك. ونتشرف بمتابعتكم لينا على كل مواقع السوشيال ميديا اللي انتوا بتفضلوها، انستجرام، فيسبوك، تويتر، لينكدين. كل الروابط هتلاقيها في الوصف اللي تحت الفيديو. كنا بدأنا كورس احتراف مونتاج الفيديوهات على أدوب بريمير برو من البداية الى الاحتراف في الفيديو السابق، وكان الدرس اللي فات مجرد نظرة عامة عشان نتعرف على واجهة برنامج البريمير، عشان نشيل الرهبة اللي عندك في انك تتعامل مع البرنامج ونخليك قادر تتعامل معاه، ويا رب نكون قدرنا نحقق الهدف ده. لو ما كنتش شفت الدرس الاول هسيب لكم رابط الفيديو الاول في الوصف اللي تحت الفيديو. اما في الفيديو النهاردة هنتكلم عن اساسيات التعامل مع برنامج بريمير برو، وايه هي المهارات الضرورية اللي لازم تكون عندك عشان تبدأ تعمل مونتاج احترافي. لو ما عندكش البرنامج وعايز تنزله هسيب لكم لينك التحميل في الوصف اللي تحت الفيديو. تعالوا نروح لشاشة الكمبيوتر ونبدأ درس النهاردة. احنا في الفيديو اللي فات كنا اخدنا مجرد نظرة عامة اتعرفنا فيها على واجهة برنامج البريمير، عشان بس نشيل الرهبة اللي عندك في انك تتعامل مع البرنامج، وكتر المنيوز شكلها ممكن يكون بيخض بعض الناس، ويا رب نكون قدرنا نحقق الهدف ده. في الدرس النهاردة هنبدأ مع البريمير خطوة بخطوة عشان نعرف منين نبدأ نشتغل مونتاج على البريمير، وايه هي الاساسيات اللي احنا محتاجين نعرفها عشان نبدأ فعلا نشتغل مونتاج. هناخد مجموعة من الفيديوهات اللي احنا عاملين لها امبورت اهي معانا، ونشوف هنتعامل معاه ازاي. لكن عايز اقول لكم قبل ما نبدأ الدرس بتاع النهاردة نخلي بالنا من الدرس الاول في الكورس، كان مهم جدا. لو لسه ما شفتش الدرس الاولاني انا هسيب لكم اللينك في الوصف اللي تحت الفيديو. نبدأ اول حاجة طبعا زي ما تعلمنا ان احنا هنعمل امبورت لمجموعة الفيديوهات بتاعتنا، وعملنا السيكونس بتاعنا، وهنسحب الفيديو على التايم لاين. لو انت الاسامي شبه بعض ومش قادر تميز بينهم فبتعمل ايه؟ بتعمل ايكون فيو، فبتظهر لك ايه هو الفيديو. فاحنا مثلا هنبدأ بالفيديو ده، ده اول فيديو بنسحبه معانا اهو. يبقى احنا بدأنا نحط اول حاجة، سحبنا الفيديو من البروجكت بانل على التايم لاين، والتراك ده احنا بنسميه، وكل مجموعة التايم لاين والتراكات اللي هنحطها هنا دي هيكون اسمها سيكونس. ولو رحنا للديتيل ده هنلاقي في فايل السيكونس اهو موجود، ده اللي هيضم كل الشغل اللي احنا هنعمله على التايم لاين هنا. تقدر تغير اسم السيكونس ده، ان انا عملت عليه دبل كليك وابتدي هنا مثلا واكتب كده كول سنتر، هضغط انتر، هتلاقي السيكونس اتغير اسمه في البروجكت بانل، بالاضافه ان هتلاقي اتغير اسمه في التايم لاين بانل، وهتلاقي اتغير اسم كمان البروجرام بانل بقت بروجرام كول سنتر. ايه هو السيكونس؟ هو عبارة عن مجموعة الكليبات اللي انت هتجمعها على التايم لاين عشان تطلع في الاخر منها فيديو واحد. وطبعا زي ما قلنا قبل كده ان السيكونس اللي موجود في التايم لاين هو اللي هيظهر معايا في البروجرام بانل. حضرتك تقدر تتحرك بالمؤشر الازرق على التايم لاين، وتقدر تتحرك بالمؤشر الازرق على ايه؟ البروجرام بانل او البريفيو بانل زي ما انت عايز تسميه. بالاضافة ان انا اقدر اتفرج على السيكونس صوت وصورة ازاي؟ ممكن جدا ان انا اضغط على زرار بلاي فهيشتغل معايا اهو. ممكن كمان ان انا اضغط على السبيس بار
فهيشتغل معايا، تضغط تاني على السبيس بار بيعمل ستوب. طب انا عايز دلوقتي احدد المكان اللي انا عايز الفيديو ده هيبدا منه، من انه حته، لان ده ممكن يكون طويل، انا عايز ابدا من هنا. يبقى انا حطيت المؤشر الازرق مكان عند الوقت اللي انا عايز الفيديو بتاعي هيبدا منه. عايز بقى انا اتحرك اظبط مثلا فريم يمين فريم شمال، دي بعملها ازاي؟ بالاسهم اللي في الكيبورد. السهم اليمين هيحركني فريم فريم زي ما احنا شايفين، السهم الشمال هيرجعني فريم فريم زي ما احنا شايفين. مثلا عايز ابدأ اهو عند الثانية 10، فكل ما هتضغط على السهم من الاسهم هيحركك فريم لقدام وفريم لورا. انا عايز بقى اقص جزء معين من السيكونس ده، انا قلت هبدأ من الثانية 10 وهياخد مثلا 3-4 ثواني هنشوف دلوقتي. يبقى انا وقفت المؤشر في المكان اللي انا عايز الفيديو هيبدأ منه. عايز اقطع بقى عشان اشيل اللي قبل كده، حاجة من التول بار اللي قدامي دي، هلاقي هنا اداة اسمها رازر تول. والرازر تول ممكن اضغط عليها وممكن اوصل لها لو ضغطت من الكيبورد على الحرف سي، وهتلاقي بقت معايا هي على الماوس بوينتر او مؤشر الماوس. الاداة اللي دايما بتكون معاك دي الموف تول او السيلكشن تول، ودي بقدر اوصل لها لو ضغطت على الحرف في من الكيبورد، يبقى انا وصلت للاداة الموف تول، ودي اللي انا لازم تبقى معايا طول ما انا شغال. لو الجزء اللي انت هتشيله في اول الفيديو، الجزء اللي انا عايز اشيله هو في اول الفيديو، فانا هقطع هنا بس، هجيب الرازر تول وهقف فوق المؤشر وهضغط كليك، اصبح عندي هنا اتقسم 2 كليب اهم. فانا هقدر اشيل الجزء ده ان انا هعمل سيلكت عليه بالسيلكشن تول وهضغط من الكيبورد ديليت او باك سبيس. افرض انا الجزء اللي انا عايز اشيله هو في نص الفيديو، يبقى هعمل ايه؟ بالرازر تول برضو هروح لها بالضغط على الحرف سي، هضغط هنا قطعت، وحايز انا اشيل الحتة دي، فحاجي بعديها وهضغط هنا، فاصبح عندي الجزء ده قادر اعمل له سيلكت لوحده، هو لو ضغطت ديليت هيتشال، او لو ضغطت باك سبيس او ديليت يبقى انا شلت. تعالوا بقى نحدد الجزء اللي احنا قلنا عليه اللي هو من الثانية رقم 10، هختار الرازر تول بالضغط على حرف سي وحاجة هنا كذا. طيب عايز اشيل بقى الجزء الاولاني، هختار السيلكشن تول او هضغط على في وهضغط كليك على الجزء اللي انا عايز اشيله ديليت. خلاص بقى انا عندي كده هذا الجزء، يبقى انا كده اهو هيبدأ الفيديو من هنا. انا عايز اخد 3 ثواني بس من الفيديو ده او 4 ثواني، يبقى هظبط نفسي بالاسهم على الفريم اللي عند 14 ثانية وهعمل نفس الطريقة تاني، بس في حاجة هنا مختلفة شوية. انا هنا ممكن اقص ده بطريقتين، الطريقة الاولى ان انا استخدم الرازر تول عادي زي ما انا هضغط سي واقص. طب افرض انا ده اخر حاجة وما عنديش فيديوهات بعد كده، دي اخر جزء انا عايز اشيله، لو ضغطت على الحرف W، الحرف W ده هيقص لي من مكان المؤشر لاخر الكليب. بصوا لو ضغطت على الحرف W من الكيبورد يبقى انا شلت من مكان ما المؤشر واقف لاخر الكليب. نرجع، مش هتتابع انا الطريقة دي عشان عايز اقول لكم على حتة تانية صغيرة. انا عايز اقف عند 14 وهستخدم الرازر تول وقصيت، اصبح عندي جزئين 2 كليب، انت عندك جزئين بعيد عن بعض. لو انا رجعت في كلامي ومش هشيله وعايز اقربهم عشان يكونوا ورا بعض بالظبط عشان الفيديو يكون معايا سليم، من الادوات اللي تساعدك هنا حاجة اسمها سناب، اللي هي دي علامتها، شايفين دي سناب بالحرف S، بضغط عليها مرة بخليها مش مفعلة، اما اضغط عليها وتبقى زرقاء يبقى هي مفعلة. تعالوا نشوف الفرق. لما انا اكون مفعلها وهمسك الكليب التاني واسحبه، بصوا بقرب بتحس ان هو بيتشد منك خلاص. لكن لو انت مش مفعل لسناب وجيت دخلت، انت هتلاقي الدنيا نعمة معاك، يعني انت ممكن تدخل الكليبين على بعض من غير ما تحس. وفي طريقة تالتة بقى، لو انا عايز اشيل اقرب الكليبين دول من بعض بشكل مظبوط، باجي بالماوس وبعمل سيلكت على الحتة الفاضية اللي في النص، وبعدين بضغط على زرار باك سبيس، خلاص هو كده زقهم لي بشكل ايه مظبوط زي ما احنا شايفين. تمام، هنشيل بقى الجزء اللي احنا مش عايزينه ده. في نقطة تانية عايزين نتكلم عنها، احيانا لما بقص من الكليب يتبقى عندي جزء صغير مش باين، وبيبان الموضوع ده قوي لما باجي بقى
اقطع اجزاء صغيره، يعني الكليب ده صغير قدامي انا عايز اشوفه كويس، فانا محتاج اعمل زوم على الكليب ده في التايم لاين عشان ابقى شايف المعالم بتاعته كويس. انت عندك اختيارين من الزوم، زوم افقي وزوم رأسي. تعالوا نشوف هنعمل الزوم ده ازاي. نبدأ اول حاجة الزوم الافقي. شايفين انا عندي هنا نقطتين، همسك نقطة دي وانا واقف مكان ما انا عايز اعمل الزوم، كل ما بقرب النقطتين دول من بعض ما بيكبر لي الايه الكليب اكتر، ده الزوم الافقي. نيجي للزوم الرأسي، انا عندي هنا اربع نقط، النقطتين دول للفيديو والنقطتين دول للويفز بتاعت الاوديو، وهنشوفها لما نيجي ننزل ملف ايه مزيكا. فانا برضو همسك اي نقطة فيهم وهضغط كده، بصوا يبقى انا كده عملت زوم على الكليب، بدأت اشوف المعالم بتاعته عبارة عن ايه. في حاجة تانية، لو انا محتاج زوم اكبر بشكل اكبر وانا مش محتاج ازوم على ملفات الصوت، شايفين الخطين اللي فوق بعض دول، لو انا نزلت لتحت فانا هكبر عندي المساحة هنا اللي هقدر اعمل بيها زوم اكبر من كده كمان. يبقى دي قصة ان انا اعمل زوم على كليب في التايم لاين. انا بقى عايز اضيف كليب تاني، انا عايز اجيب بقى التراك ده في الاول لان ده هيبقى اول الفيديو. بعمل كليك على الحتة الفاضية وبدوس باك سبيس، بيجيلي انا عايز اضيف كليب تاني، بس الكليب التاني طويل وانا عايز اخد منه حتة صغيرة، فبدل ما اعمل انسيرت وافضل اقطع منه، لا انا هعمل طريقة تانية. الكليب التاني موجود اهو في التايم لاين، هعمل ايه؟ هعمل عليه دبل كليك، فتح لي في شاشة اسمها السورس بانل اهي، والسورس بانل دي بتبقى موجودة طبعا في الاديتنج ورك سبيس، او ممكن اظهرها من قائمة ويندو، هتلاقي في حاجة اسمها السورس مونيتور، السورس مونيتور اهي، وبتجيب لك اسم السورس مونيتور قدامها. فانا عندي هنا برضو نفس الاسلوب اللي بتعامل بيه مع البروجرام بانل هو اللي هتعامل بيه مع السورس بانل، هتلاقي تقريبا نفس الزراير، لكن مع ملاحظة ان السورس بانل مش بتعرض التايم اللي على التايم لاين، لكن بتعرض الفيديو او الكليب اللي انا عايز اشوفه من البروجكت بانل، ان انا بضغط عليه دبل كليك فبتفتح في السورس بانل، وبتحرك بالمؤشر هنا هحدد ابدا اخد من ده منين. مثلا ناخد من هنا، انا حددت الستارت بتاعي اللي انا عايز اخده من الكليب ده، طب هعمل ايه؟ هتلاقي في علامه هنا دي اسمها مارك ان، او الشورت كات بتاعها حرف الاي، دوس اي هتلاقي اهو عملها لك. يبقى الفيديو بتاعي الحتة اللي انا عايز اقصها هاخدها من هنا، 10 ثواني هاخد 13 ثانية بس. وبرضو لو انا عامل سيلكت على السورس بانل واستخدمت الاسهم اليمين والشمال هتحرك فريم باي فريم. انا دلوقتي حطيت المؤشر بتاعي على نهاية الكليب، انا عايز اخد 3 ثواني من الكليب ده، هحدد بقى نهاية الكليب ده ازاي؟ مارك اوت اللي هي العلامة دي، او ان انا هضغط على الشورت كات بتاعها او. يبقى انا كده حددت البداية والنهاية اللي انا عايزهم اخدهم من السورس بانل او من الكليب اللي موجود على السورس بانل. خلاص، فانا بعد ما حددت الجزء اللي انا عايز اخده من ده هعمل ايه؟ هاجي على شاشة السورس بانل واسحب على التايم لاين. بصوا بقى فايدة السناب هنا ان هو بيظبطهولي بالظبط على اول التاني، فانا كده قدرت اخد جزء من كليب من غير ما احطه وافضل اقطع فيه، اخدت الان والاوت وسحبت الجزء ده هنا. لو فرض بقى ان انا بعد ما عملت كده فيديوهات كتير نسيت وانا عايز احط كليب تاني، بس في النص ما بين كليبين مزنوقين ما بين كليبات كتير، انا دلوقتي عايز احط بقى الكليب التالت ده في النص. اولا هحدد الجزء اللي انا عملته زي ما عملت فيه الكليب اللي قبله، دي فيها جزء بتكتب على الكمبيوتر وجزء بتكتب في الورقة، فانا عايز اخد الجزء اللي هي بتكتب فيه على الكمبيوتر ده، هتبقى نهايته ده الاوت بتاعه، فانا هضغط او وهرجع عشان يعني ده 5 هياخد مثلا ثانيتين، عايز ارجع لثلاثة وهدوس اي مارك ان زي ما عملنا قبل كده. يبقى انا حددت ايه الجزء اللي انا عايز اخده واحطه في النص. هدخله ازاي في النص بقى؟ بص فيه هنا علامة، العلامة دي اسمها insert عشان تخليني احط الكليب ده في النص مكان ما المؤشر واقف، مهم جدا ان انا اتأكد هنا ان المؤشر واقف مظبوط في النص. الشورت كات بتاعها الكومة، insert هضغط عليه
هتلاقيه حط لي الكليب اللي انا اخترته اهو. هاجي بقى الكليب الاخير، عايز اجيب البنت دي وهي بتكتب، هاخد لي ثانيتين بقى وهي بتكتب، بعد كده هاخد مارك ان وهاخد مارك اوت وهحرك، هوسع بقى هنا التايم لاين ده شوية عشان اخد الكليب ده الاخير احطه في الاخر. تعالوا بقى نتفرج على الكليب ده ونشوف ايه الاوقات الزيادة والحاجات اللي عايزة تتشال. دي ممكن تكون طولت شوية، دي مظبوطة، دي مظبوطة، دي مظبوطة. كنا اتعلمنا في الفيديو اللي فات ان انا ممكن احط ترانزيشن او مرحلة انتقالية ما بين كل كليبين. عندي طريقتين، عايز اعمل ترانزيشن بين الكليبس في حاجة في النص، دي طريقة تانية. احنا المرة اللي فاتت كنت بحط شيفت دي على الكليب الاولاني والكليب التاني عشان يدخله لي، يعني انا لو اخترت الكليب الاول وقلت شيفت دي هيحط لي ترانزيشن لدخول الكليب. هنا بقى انا عايز احط ترانزيشن اربط بيه الكليبين دول ببعض، فهعمل كليك يمين وهقول apply default transition، واللي بعده نفس الحكاية، وحاجة هنا هعمل شيفت دي. يبقى احنا كده نكون اتعلمنا مهارات هنستخدمها كتير اثناء مونتاج الفيديوهات على ادوبي بريمير، والمهارات دي اساسية لازم تكون عارفها عشان تقدر تعمل مونتاج للفيديوهات. نشغل بقى الفيديو. لو لسه ما اشتركتش في القناة اضغط سبسكرايب، فعل الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول واحد. لو عجبك الفيديو اضغط لايك عشان تشجعنا نكمل. وبكده احنا وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة. كان معاكم محمد صبري من Way to E-Business، القناة اللي بتهدف لتطوير كل المهارات اللي انت محتاجها عشان تعمل اونلاين بيزنس ناجح بنفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.